بالعلقمي فليته للشاربين يذاء فهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين به يذاف العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. من أصعب الساعات التي مرت على الحسين هذه الساعة. ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه. ماذا يريد الحسين؟ قال قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمي عض السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لأولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. هو أنت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكن الذي هو آلم جمرة غضا في جفي وجمرة على الله يرحمك يا مولى علي بن فايز يقول جمرة غضا جمرة عليه وخيل تدوس علي وخيل على وسهم العدا صايبني وسهمي عليه اقعد يا خويا توعى يا مشرد ان عد فضل الاخوه فضلك يا خويا ما شفتنا قطع العدا ذرعانا وشال العلم اقعد يا خويا توعى للدور
علي صارخ مثل الصقر تحويل يا حسين روح العركة ادرك لخيك شي وبس ما سمعت الصارخ قلت امي ان الحيق وجيتك انا متعني لدوسك انحنى الحسين على اخي بالفضل فصاحبي أبو الفضل يا أبا عبد الله دعني على التراب يا حسين لا تحملني خل جثتي مطروب هذه يا خويا المرجلة والموتة خل الخلايق تحجي فادي الأخو قال لي يا ساقي الضامية وكافل العيل هذا العلم طايح وبعدك من يشيله اتشمت عدوي واشتفى منك غليلة وظلت يا خويا بالضمى ترقب وسكت قال لي يا نور العين شيل السام بهدا ولا تذكر سكينة يا خويا تفتتح بالطفية قصدتني وانا تبرعت بالماء شاقول لو قالت يا عمي الوعد